كيلومترات حاضرة حتى بالأرقام المتواجدة على الذلل الأصايل المشاركة بتجهيزاتها التي تعد ما قبل الختاميات التي اقتربت وقرعت أبوابها. أتمنى التوفيق والسداد والنجاح لكافة الشعارات هنا وفي كل الميادين الخليجية. إذن ينطلق أحد الزملاء ويتواصل بالوصف والتعليق. راشد الزرعي معلقنا وشاعرنا أيضا يتواصل بالوصف والتعليق، وهو من أبدع بوصف الأسد. شكرا نايف بن سعود الأبنوي. مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل، التحية تتجدد والانطلاق يستمر في هذا التحدي المثير. هنا ينطلق هذا الشوط لتنطلق الآمال والتحديات الجميلة في هذا الانطلاق المثير. وشوطنا السابع يسير بحفظ من الله وتوفيقه، والذي حمل في طياته الجعدان المحليات الأصايل. إذن يسير هذا الشوط ونسير متابعين مراقبين لهذا التحدي الجميل. ننطلق مع المركز الأول ونسير مع مقدمة هذا التحدي. هناك بالمركز الأول وبالصدارة الرمادي لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان المزروعي في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الثاني من وصل على ثاني المراكز شاهين لهجن الرياسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم على المرتبة الثانية في هذا الانطلاق، بينما المركز الثالث وصل على ثالث المراكز في هذه اللحظات الجميلة والانطلاق المثير. مع المركز الثالث هناك هملول لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي من يتقدم برفقة هذا الشعار المثير، بينما المركز الرابع رابع المراكز من بدأ بالانطلاق وتقدم في هذه اللحظات المثيرة لياتي على المرتبة الرابعة هو شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري من يتقدم على المرتبة الرابعة، بينما المركز الخامس وصلنا على خامس المراكز في هذه اللحظات مشكور لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير، بينما المركز السادس من تحرك في هذا الانطلاق وتقدم في هذه اللحظات الجميلة شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي من يأتينا في هذه الانطلاقات، بينما المركز السابع سابع المراكز من وصل في هذه اللحظات هناك من الجانب الآخر شاهين لهجن الرياسة، وهناك محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتقدم بهذا الأداء الجميل. والمركز الثامن ثامن المراكز هناك مع سلهود لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبعة من يقدم في عملية التضمير والتدريب. إذن متابعينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل، التحية هنا مع هذا الانطلاق بالمركز الأول وبصدارة هذا التقدم الجميل مع هملول اللي على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتقدم بهذه اللحظات الجميلة وياتي على مقدمة هذا التحدي الجميل ليقدم لنا هذا الشعار الرائع والممتاز، بينما المركز الثاني من وصل على ثاني المراكز ويتقدم الرمادي لياتي على ثاني المراكز لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي ليتقدم على المرتبة الثانية في هذا الانطلاق الجميل، بينما المركز الثالث
ثالث المراكز في هذه اللحظة، وقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يأتينا على المرتبة الثالثة في هذا الانطلاق الجميل، بينما المركز الرابع أيضا يتقدم شاهين على المركز الرابع في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة، وقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يقدم لنا هذا الشعار الجميل والشعار المثير، بينما المركز الخامس خامس المراكز هو شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري من يتقدم برفقة هذا الشعار ليأتي مع هذا التحرك الجميل ومع هذا الأداء الرائع والممتاز، وأيضا الوصول مع سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الذي يرافق هذا الشعار ويتقدم على المرتبة السادسة في هذا الانطلاق، بينما الوصول من مشكور لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي من يتقدم على المركز الثامن في هذه اللحظات، وتاسعا بالوصول هناك من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي الذي يرافق هذا الشعار الجميل، ولكن لابد من العودة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط إلى مقدمة هذا الانطلاق. وين المركز الأول؟ هناك يأتي مع شاهين اللي على مقدمة هذا الانطلاق، أو حملول اللي ما زال مسيطر حتى هذه اللحظات، يتقدم بالمركز الأول ويقدم لنا هذا الأداء الجميل والرائع بشعار هجن الرياسة وبقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يرافق هذا الشعار دائما وأبدا في طريق الناموس والإنجازات الكبيرة والمثيرة. أيضا المركز الثاني هناك مع الرمادي المتقدم بهذا الأداء بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايق المزروعي من يتابع بالمركز الثاني ويقدم لنا هذا الشعار الجميل على المرتبة الثانية في هذا التحدي الجميل في عاصمة ميادين سباقات الهجن ميدان الوثبة، بينما المركز الثالث وصل شاهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يتقدم على المركز الثالث في هذه الانطلاق الرائع والممتاز ويتحرك على المركز الثالث، بينما المركز الرابع أيضا يأتينا شاهين بشعار هجن الرياسة وبقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتقدم بهذا الأداء الجميل ويقدم لنا هذا الشعار الأحمر الأخضر الذي يتواجد على المناطق الأولى المتقدمة، بينما المركز الخامس وصل مشكور هنا يتقدم في هذه اللحظات لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي من يتابع هذا الشعار ويتقدم بالمركز الخامس في هذا الانطلاق، بينما سادس المراكز سلهود واصل على سادس المراكز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع الذي يأتي على المرتبة الخامسة في هذا الانطلاق، بينما سادس المراكز هناك الانطلاق مع المركز السادس في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير والتدريب، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى صدارة هذا التحدي، العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى الانطلاق، إلى القوة والإثارة، إلى المراكز الأولى المتقدمة مع بداية المنعطف الأخير، مع بداية المنعطف المثير، مع بداية هذا الأداء الرائع والجميل، ولكن من غير على الصدارة، انطلق بالمركز الأول، انطلق الرمادي اللي على مقدمة هذا التحدي الجميل.
الجميل ياتي بهذا الشعار، شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان واحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، بدا هنا بهذا الاداء وتقدم بهذا التحدي الجميل. ولكن هملول اللي على المركز الثاني لهجن الرياسة وقيادة علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الثالث وصل هناك شاهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الرابع الله هنا يأتي مع رابع المراكز ويتقدم بهذا التحدي شاهين لهجن الرياسة وقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى التحدي، إلى الكوكبة الثلاثية، إلى الأسماء المثيرة والخطيرة، ياتي شاهين، يتقدم شاهين، يتحرك بهذا الأداء بشعار هجن الرياسة وقيادة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، يتحرك بالأداء، يتحرك بالقوة، يتحرك بالأثارة الجميلة الجميلة. هنا مع المركز الأول شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة، على المركز الأول ما زال مسيطر حتى هذه اللحظات. ولكن الوصول من هملول لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي بالمركز الثاني، ولكن العودة إلى انطلاقة شاهين، إلى عبور شاهين، إلى تحركات شاهين اللي على المركز الأول اللي على الصدارة. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنية إلى محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البروفيسور في عالم التضمير، البروفيسور في عالم الأصالة والتراث، راح مع المركز الأول. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والثانية إلى محمود بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني، هملول لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي ثالث المراكز، الرمادي لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة أحمد الخلفان المزروعي، رابع المراكز شاهين لهجن الرياسة، وخامسا مشكور لهجن الرياسة. إذا متابعين الكرام مستمعين الأفاضل، شهدنا هذا الانطلاق الجميل وهذه القوة المثيرة، وكان شاهين لهجن الرياسة مسجلا توقيت مقداره 13 دقيقة 13 ثانية تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والثانية إلى محمود بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني. هناك هملول من أتى بالمركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي 13 دقيقة 15 ثانية، وهناك جزئين من الثانية مع هملول لهجن الرياسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الرمادي من أتى ثالثا، هناك المركز الثالث من وصل فيه الرمادي لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان واحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، التوقيت الزمني 13 دقيقة 16 ثانية تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.